اي حاجة بنتكلم فيها في الواقع بنلاحظ ان هي موجودة قدامنا على التايم لاين في الفيسبوك. نفتح اليوتيوب نلاقي اليوتيوب بيقترح فيديوهات زي الحاجة اللي احنا كنا بنتكلم عليها. هو ايه الحوار ويعني ايه كوكيز؟ ازاي انا لو بتكلم مع صاحبي على تليفون اوبو واحنا بنتمشى على البحر اجي افتح التايم لاين على الفيسبوك الاقي كله اعلانات يعني لشركة اوبو على سبيل المثال، وانا متراقب ولا ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اهلا بيكم يا كتشفين كتشفين في حلقة جديدة على قناة كتشف العالم. نتعرف فيها يعني ايه كوكيز وايه قصة ان احنا نبقى قاعدين كأسرة او كأصدقاء بنتناقش في حاجة معينة، فجأة اول ما ندخل على الكمبيوتر او على التليفون مثلا على الفيسبوك تلاقي في اعلان طالع بيتكلم على الحاجة اللي انت كنت بتتكلم عنها دي. قد يتم الموضوع بشكل غير ملحوظ نسبيا ولكن هو بيحصل فعلا. خش في ام الموضوع. بص يا سيدي، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، الكوكيز هي عبارة عن ملفات خاصة بيك انت بتسجل اي حاجة تخصك. هشرحها بالمعنى العام. على سبيل المثال الكراش بتاعتك اللي انت دايخ عليها ومش لاقيها، في المشمش يعني لما تبقى تلاقيها تبقوا مرتبطين ببعض، ده بعد الشر يعني. المهم ما علينا، طالما انتوا ارتبطتوا ببعض اكيد انت هتبقى عارف خطيبتك او زوجتك دي بتبقى بتحب ايه كويس وبتكره ايه. الكوكيز دي بتبقى الكراش بتاعتك بس على النت. دلوقتي انت بيبقى ليك ملفات ارتباط او كوكيز بمعنى اصح متخزنه. الكوكيز دي بيتخزن فيها كل حاجه كل حاجه كل حاجه. يا كبير دي فيها كل مصايبك، دي انت بتبحث على ايه وفيها انت بتحب ايه وبتكره ايه. وطبعا بيقدروا ان هم يجمعوا اكبر قدر من الكوكيز عنك خلال مليون طريق. اول حاجه هي الميكروفون بتاعك، اذا كان ميكروفون اللابتوب او الكمبيوتر او التابلت او حتى التليفون. الميكروفون بيبقى متسطب عليه ذكاء اصطناعي بيبقى عامل كونكت او اتصال مع البرنامج اللي انت بتستعمله، مثلا فيسبوك بيتواصل مع الذكاء الاصطناعي بتاع الميكروفون. تعالى مثلا اتكلم مع صاحبك كده والتليفون قريب منك وقول مثلا الجو حر انا محتاج اشتري تكييف، مفيش هم يومين ثلاثه هتلاقي في اعلانات على الفيسبوك او على يوتيوب او اثناء تصفحك هتلاقي فيها اشتري مش عارف تكييف بسعر ايه وبخصم ايه ودي احسن صفحه تبيع تكييفات. دي اول طريقه ان البرنامج اللي انت بتستعمله عمل تواصل مع الميكروفون بتاعك بذكائه الاصطناعي والميكروفون ترجم الكلام اللي انت بتقوله لكلام البرنامج يفهمه يطلع لك اعلانات او منشورات او فيديوهات عليه. تاني حاجه هي سجل البحث، حتى لو بمسحه يا ابو المكتشفين، حتى لو بتمسحه مليون مره في اليوم. على سبيل المثال انت دلوقتي بتحب قناه اكتشف العالم وانا بحبك يا ابو المكتشفين. المهم احنا قناتنا مختصه في التكنولوجيا والالعاب، فطبيعي ان انت طالما بتتفرج على قناتنا يبقى انت مهتم بالتكنولوجيا. سجل البحث بيسجل لك ان انت بحثت على قناه اكتشف العالم المتخصصه في التكنولوجيا، بعد ما بحثت عنها رحت اتفرجت على الفيديو الخاص بال تليفونه. يقعد يعمل عمليات معقده كده وشبه حبايبنا اللي بننزل صورنا على الفيسبوك يدخل يعملوا عليها ها، بعد كده بيترجمها في شكل اعلانات ومنشورات. عشان كده تلاحظ ان اي حد مثلا قبل ما بيشتري تليفون معين بيدخل يتفرج على صور ليه على النت، بيدخل يشوف مواصفاته على النت وهكذا. انت عملت ايه يا ابو المكتشفين؟ انت بحثت عن التليفون والبحث ده اتسجل كنتيجه بحث وبطبيعه الحال اتسجل ككوكي، وبالتالي لما هتيجي تفتح اي موقع الكتروني بيعرض لك منشورات او اعلانات زي مثلا يوتيوب او فيسبوك هتلاقي في اعلان طالع لك او منشور طالع لك بيتكلم عن التليفونات وخصوصا التليفون اللي انت كنت بتدور عليه. حاجه ودي نادرا لما بيتم استخدامها كاميرا التليفون. متاكد يا ابو المكتشفين؟ متاكد. ايه ده، هم ازاي هيعرفوا انا بحب ايه من كاميرا تليفوني؟ هبسطها لك. دلوقتي انت رحت الساحل الشمالي على سبيل المثال وجيت اتصورت بقى بجانب المناظر الطبيعيه وفي القرى السياحيه او مثلا رحت اهرامات الجيزة وقعدت تتفرج على الاهرامات ورحت مسكت ابو الهول من قفاه. كل الحاجات اللي احنا بنعملها دي جبت التليفون بتاعك فتحت الكاميرا بتاعته ووجهتها ناحية ابو الهول، الكاميرا فيها ذكاء اصطناعي، هوبا يا معلم تسجل وتتعرف على ان الصورة دي هي صورة ابو الهول والمكان اللي انت فيه ده مكان تاريخي او اثري. تبتدي تطلع لك بقى شركات سياحة واماكن سياحية وقرى اثرية واثار وتطلع لك حاجات كتير جدا كالعادة على يوتيوب وفيسبوك. الكوكيز بتستخدم في حاجتين، اول حاجة ان هم يطلعوا لك اعلانات مناسبة، تاني حاجة ان هم يطلعوا لك منشورات مناسبة. اعذروني ان انا ما رضيتش اني اشرحها بشكل تقني بقى وبرمجة والدماغ العالية دي، لكن صدقوني دي انسب طريقة اني اوضح لكم بيها الكوكيز، لان الكوكيز تعريفها وطريقة شرحها معقدة جدا. يا فرحتي لما اقول لك روبوتات تكون بتتبعك على كل موقع والقرف اللي احنا بنشوفه ده، فيعتبر دي انسب طريقة اعرف ابسط لك فيها المعلومة. وفي الاول في الاخر صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، اتشرفت جدا بمشاهدتك للفيديو ده، تحرمنيش من اللايك سبسكرايب للقناة شير عشان كل اصدقائك المنبهرين اللي هو ازاي احنا لما بنبقى بنتكلم على حاجة نلاحظ ان هي طلعت لنا على تليفوناتنا وعلى كمبيوتراتنا. كان معاكم يوسف نصر، في امان الله.